صباح الخير لكم مشاهدينا، وين ما كنتوا عم تحضرونا وشو ما كنتوا عم تعملوا، عم نطلع لكم يوم الخميس اخر يوم بالاسبوع بعد اسبوع كثير طويل لنترافق نحن وياكم لمده ساعتين من الوقت ونقدم لكم العديد من الفقرات والمواضيع يلي بتهمكم. الكذبة البيضة ما بتضر، هالعبارة يلي بنسمعها أكثر من مرة وبعدة أماكن، البعض بشوفها ضرورية لتمرير مواقف معينة لازم نتكتم عليها أو حتى لنحسن العلاقات مع الوسط المحيط أو لحماية شخص ما من أذى معين ممكن يصير معه في حال كشفت حقيقته. صباح الخير وردي. يسعد صباحك يا جودة، ويسعد صباحكم مشاهدينا اللي عم تحضرونا بساعات الصباح الأولى. يعني الكذبة البيضة صح ما بتضر، بس قديش بيضة؟ يعني ممكن تقول باستيل، بعدين أوف وايت، بعدين بتصير بيرل. يعني البيضة بتختلف من شخص للتاني. الموضوع اللي بلشت فيه جودي، في دراسة بتقول عنه أنه تزييف الحقيقة من أجل مراعاة مشاعر الآخرين ممكن يكون ضروري ببعض المواقف، ولكن لازم نحذر من اعتماد هالأسلوب لحتى ما يكون عادة دائمة عنا، لأنه إذا تكرر الكذب الصغير أو الأبيض مثل ما بيسميه البعض ممكن يتغير مع المخ ويتعود عليه ويصير يكذب بمبالغة ويتحول الأبيض لأسود، وبتصير هي عادة دائمة معنا وما عاد بقى منميز بين الحقيقة اللي نحن عن جد عم نحكيها أو حتى الخيال اللي والوهم. على هاشتاك صباح الخير سما سألناكم شو رأيكم بالكذب الأبيض، ولا بترفضوا الكذب عموما بكل أشكاله؟ أكيد نحن بانتظار مشاركاتكم لنستعرضها خلال حلقتنا. أما الناس شو قالوا لكاميرا صباح الخير، رح نتابع سوا. شو رأيك بالكذبة البيضة؟ الكذب هو بيضل كذب حتى لو بيضة؟ ما في بيضة، الكذب بيضل كذب. الكذبة البيضة والله هي الأغلب للرجال وللنسوان. حلوة؟ يعني أنت بشكل عام بتحب الكذب ولا الكذبة البيضة برأيك إنه هي ما بتشمل مع الكذب بشكل عام؟ هلا الكذبة البيضة على حسب الشخص، إذا بتتقبليها منه أو ما بتتقبليها منه، إذا ظريف أو ظريف، يعني هيك. كذبة بيضة، كذبة بيضة. يعني هو كذب، إن كان بيضة أو ملون أخضر أحمر فهو كذب بيضة، أنا ما بحبه. كذبة بيضة، ما في كذبة بيضة، يعني ما بظن في هيك شيء. أنا بشكل عام الكذب كله منيح، يعني عرفت كيف؟ يمكن أحياناً نستخدم شيء نحن حتى نطلع من موقف معين أو شيء، بس الكذبة البيضة والله هي الأغلب للرجال وللنسوان. كذبة كذبة، يعني شلون كانت بيضة وكانت سوداء، والسرقة ما في أحلى من الصدق. الصدق هو يعني الأساس اللي بيمشي عامل. ما في كذبة بيضة وكذبة سوداء. ما كان؟ ما في، كذب كذب. يعني شو ما كان؟ أنا كان كذب كذب. حتى لو كان الشخص عم يكذب كرمال مثلا ينفذ حاله من قصة ممكن تزعج حدا تاني؟ إي هي جائزة، أيوه. واردة. واردة، أيوه. لا حتى الكذبة البيضة هي كذب. ليه؟ الصراحة لأنه أحلى، بتنفذ من كل شيء. طيب حتى لو كان مثلا هو عم يكذب شان مثلا إنه ما بده يزعلك أو بده ينفذ حاله من لا أنا بفضل إني أعرف، لو كان بده تزعل بيكون أشرف. كله كذب. ما في شيء اسمه كذبة. ليه كان؟ هو الكذب كذب، شو ما كان. أنا هذا رأيي. اللي بده يكذب ليكذب، بيضة سودة سمرة. حتى لو كان بده يكذب شان إنه موقف يعدله شوي، يعني يكون مثلا مو منيح يساوي. صريح واللي بيمشي دغري ما عنده. طريق مستقيم. ايه بتقبل شو نفسي؟ ما اسحب تكون عم تمزح معي. بتقبلها إذا ما يعني هيك جارحة أو صادمة أو لطيفة ممكن يتقبلها الواحد. كذب الملح للرجال مظبوط كلامه. يعني كذبة بيضة كذبة بيضة؟ كذبة بيضة كذبة بيضة. بلا يعني إنه إذا كذبة بيضة ماشي الحال تمروا يعني، أما غير هيك إنه كذبة يعني هي كذبة. يعني ما هو الكذب يعني عادة سيئة يعني إجمالا يعني. بس انه اذا كانت ما بتأدي لضرر لا اوكي ما في مشكله. لا ما بقبلها لانه احيانا الكذبه البيضة بتعمل مشاكل. هي كذبه بيضة؟ لا مو بيضة، الكذب ما في الوان نهائيا، اللي بيكذب بيكون في طبع فيه. الكذب عباره عن طبع بالبني ادم والكذب ما بيجوز. لا والله متقبل انا، هي اسمها كذبه بيضة. كذبه سوداء. كذبه هون مصيبه. اما اي كذبه بيضة يعني من واحد مزح يعني بنمزح مع جارنا كذبه بيضة بنقول يعني هي كذبه بيضة عاديه. الكذب كذب. يعني آراء مختلفة سمعناها من الناس بالشارع السوري حول موضوع الكذب، البعض قبله بشكل أبيض، البعض أبداً ما قبله. على كل حال تعليقات الناس على الفيسبوك منشوفها خلال الحلقة، وبخلال الحلقة في معنا مواهب سورية بعمر صغير ومساحة خاصة بالصحة والطب
ونصائح لتعزيز التواصل الاجتماعي. كل هالتفاصيل بالفوتومونتاج. البنات مستعجلات للنزلة على السوق، صح ولا لا؟ صح أكيد، خاصة أيام الخميس والعطلة السبت مثلا بيكونوا كتير عبالهم ينزلوا على السوق. بيسأل جودي، أنت بتنزلي على السوق؟ عندك شغف وهوس بالنزلة على السوق؟ أكيد، يعني أنا نزلة مو 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 عم بحكي على نزلة السوق، أنا على فكرة أنه أنا أنزل أقضي غراضي، هي هذا الإنجاز اللي بالنسبة لي دائما بخليني أكون سعيدة، شو ما كان هذا الغرض، إذا كان مثلا بدي أودي أغراض على المصبغة، بدي آخذ أغراض من عند الخياط، هيك هي أنه أنت تقضي غراضك دائما تحس أنه أنت عم تجدد شيء بخزانتك، أو دائما عندك خيارات واسعة لحالها بتعطيك شعور بالسعادة كتير كبير. فما بالك إذا عم تنزل تشتري أغراض جديدة وأساساً عندك يعني أساساً عم تنقل الأغراض اللي أنت بدك إياها، وفي تنزيلات 70% مثلاً، هذا حلم، تعالوا نعيش الواقع الوردي. وفي كمان مصاري كتير بالجيبة وبالجزدان، وفي الخيارات اللي أنت عم تدورها، وفي الماتيريال والقطع اللي هي بكواليتي حلوة. على كل حال، في دراسة يا جودي بتقول أنه التسوق بيخلي الإنسان سعيد وبيخفف عنه ضغوط الحياة والشغل. رأي الناس بهالموضوع والسبب والإحصائيات العالمية بنتعرف عليها بتقرير عمر الشريف. إدمان التسوق عادة مجبولة عليها السيدات وكتير من الرجال، وأثبتت دراسة بإحدى الجامعات البريطانية إنه نسبة النساء المهووسات بالتسوق بتوصل لـ90%. وبيأكد أحد خبراء الصحة النفسية والاجتماعية إنه نسبة إدمان التسوق بين المرأة والرجل متقاربة. إذا ما كان عندي غرض وضروري، وضروري كتير ما بنزل، بحس عندي أنا عقوبة نزلت السوق. طبعا ما حد خالي من الشيء، كل العالم بتحب التسوق اكيد. حدا بيكره التسوق؟ عرفت، بيغير الواحد، بيجدد، بيلبس، بيهدي لاولاده، لعيلته، لكل اللي بحبهم. والله بيكون احيانا لازمني، بيكون احيانا هلا لا، اذا بدي اتسلى بنزل انه هيك اتفتل ما اشتري شيء، اذا بدي اتسوق يعني بتسوق. طبعا ما في حدا ما بيحب يتسوق. لا بكون بدي اشتري غرض معين. ايه هلا تسلاي ما عاد فيه شكلين، والله يعني حسب المود وهيك، انه شو الواحد شو بيلاقي و... ايه يعني حسب لحالي. ليش؟ اذا بدك تعقد حالك بتنزل مع النسوان، رغم انه انا بشتغل بياع، بس اللي بده يتعقد ينزل مع النسوان. لا بدك تسوق لك بتنزل لحالك، ايه، والمره خليها تنزل لحالك. انا بالعكس، سوي الرجل هو الاساس، اساس التسوق، هو بيكون اول مو شايف بالاسواق شو الاسعار شو الترتيب وين، ولو اصحابه ولو اصدقاء. وبأكد اخصائيو علم الاجتماع ان السيدات بيميلوا اكثر للشراء لعده اسباب. اولا انه هو وسيله للترفيه عن النفس، على عكس الرجال يلي بيملكوا وسائل كثيره للترفيه. من زوجك مثلا غرض معين بكميه قليله، بكتر هو من عنده ولا بجيب على قد تمام؟ فواكه مثلا، اكل لازمني؟ لا هو من جهة الفواكه، ولكن اكيد هو بكتر من عنده. لا مو معقول اربع حبات بحياتها، مرة ما طلبت اربع حبات، كيلو كيليين ثلاثه ممكن هيك طبعا، اما اربع حبات شو بدنا نسوي فيهم؟ لا والله انا من نوع زوجي بكتر، والله هيك وهيك. لا بيجيب لي مثل ما بقول له، بدي نص كيلو بجيب نص كيلو. هلا حسب شغلتين، حسب الغرض وحسب الحاله الماديه. لا والله انا بجيب كثير، هذا معروف يعني، بالمكدوس زماني جبت مكدوس الحارة فكروا اني بدي افتح دكان. بالاضافة لوجود سبب اخر بيشجع النساء على الشراء بشراهة، وهو التخفيضات يلي بتعتبرها بعض السيدات فرصة للتوفير وبيمارسوا من خلالها هواية التسوق والشراء. قلت لك تقريبا قد ايه بتصرف بالشهر على التسوق؟ بصرف، لا تفضحنا قدام الناس، بس نصرف. والله يعني ما في قد ما بدك، ما في مسروق، ايه مفتوح. ايه
طبعا كل شيء زاد عن حده بينقلب ضده، والتسوق عادة حلوة ما دامت بحدود العقل والمنطق وعلى قد الإيد. مع تنوع أساليب التواصل منسمع بمصطلح القوة الناعمة اللي هو أسلوب تواصل بين الأشخاص عم يستخدم بمختلف الإدارات والمجالات والمؤسسات وحتى بين الدول. Smooth Force أو Smooth Power هو عنوان لرسائل دكتوراه وماجستير قدمت بالإدارة، ولكن شو المقصود بمصطلح القوة الناعمة بالتواصل بين الناس وشو مميزات هالأسلوب بالتعامل، إيجابياته وسلبياته وغيرها من التفاصيل رح تخبرنا عنها الأستاذة مريم العيسى، مدربة بالتنمية الذاتية. يسعد صباحك. صباح النور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم حبيتي. مريم، عم نحكي عن مصطلح كتير مهم وصلنا عم نشوفه بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير، ومعظم الدول الكبيرة صارت تستخدمه بسياستها لحتى دائما تكون بصورة إيجابية بين شعوبها. خلينا نعرف شو بنقصد بمصطلح القوة الناعمة. هلأ مبدئيا هو بلش فعلا كسياسيا، لأنه وزير دفاع كان سابق وكان أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة هارفارد اللي هو جوزيف ناي، هو كتب كتاب سماه بالقوة الناعمة. فأنت ما بتتخيل أنه شخص عسكري وسياسي يكتب هيك كتاب، شو وجهة النظر اللي فيها. انه هو قدم هذا الكتاب للولايات المتحده الامريكيه بلده، فقال لهم انه القوه ترتكز على ثلاث، خليني اقول، قواعد اللي هي سياسيه عسكريه وثقافيه. غالبا الفعل يعني الفكره منا كانت انه نحن وعينا كلياتنا عنا الحلم اللي بنسميه انه بدنا نطلع امريكا، بس ما بنعرف ليش. كيف قدرت تنشر هي الثقافه فينا كلياتنا وتوصل رسائل؟ هي هي بالضبط القوة الناعمة، لا عسكريا ولا سياسيا، هي كانت كيف نشرت هي. بس لما حكيت أنا عن القوة الناعمة كنت عم بحكيها أنه نحن نسقطها على أفراد، على علاقاتنا. يعني كأسلوب للتواصل اليوم، أسلوب يترك أثر. أنا لما بدي أقنع الآخر فيني أو بوجهة نظر فيني، بدي أقنعه بقوة ناعمة حصرا، بجذب أو بترك أثر ومساحة له لحتى يتحرك ضمن هي المساحة. القوة الناعمة بتقول أنه أنت لو غبت عن هذا الشخص، ابنك، زوجك، زوجتك، مين ما كان حدا متعامل معه، هو رح يضل يتصرف بهذا الخيار لأنه ما كان مجبر. هو أنت تارك له بالأساس فكرة تم إقناعه فيها بس بطريقة سياسية اللي هو قوة ناعمة، فأنت تارك له هاي المساحة. ما استخدمت معه قوة صلبة اللي هي القوة الصلبة اللي هي الترهيب أو الترغيب. تمام. ممكن نحن نستغرب أنه الترغيب كمان تماماً الترغيب، يعني هذا المبدئيا خليني اقول هو الضوء على القوة الناعمة اللي أوكي. هي ترك الأثر. ترك الأثر، وقديش نحن نشرك الطرف الآخر المتلقي بصنع القرار لحتى هو أصلا يقتنع أنه هذا القرار قراري، ولكن نحن من الداخل كرؤساء أو صناع قرار أو خليني اقول بمراكز إدارية أو مرسل لرسالة اتصالية عم قوم بتحريض الشخص من الداخل لتنفيذ أنا اللي بدي إياه، بس هو يقتنع انه هذا اللي بده اياه اصلا، وهون بده معامله طويله عريضه وتفكير عميق. حتى نكون تفكيرنا بسيط بهالقوه الناعمه بالديلي لايف، بالحياه اليوميه انا كيف بدي استخدمها؟ تمام، حلو كثير. ورد بيمتلك شخصيه كاريزما قويه، حضور، ثقه بالنفس، ذكاء لغوي. لما بتعامل مع الاخر حسسه انه انت بتمتلك هاي القصص، لأنه أنت أبرع الناس بإيصالها لأنك بتمتلكها. ما بحكي عني، بحكي عنه. ما بحكي عن مواهبي، بحكي عن مواهبه. إذا بدي فوته لطرفي. إذا بدي فوته بدوائر علاقاتي، إذا بهمني وبدي يكون ضمن علاقاتي، فشو الأشياء اللي أنا بعرف أني بمتلكها بحسس الآخر؟ طبعا ممكن في أشخاص يقولوا طب هو نفاق، يعني بلكي هذا الشخص ما في هي. ما في حدا كتركيبة إنسان ما عنده هي المواصفات، لكن ممكن تكون بنسب مختلفة بين بالضبط، لكن ممكن تكون مخباية، ما حدا عرفان يظهر له إياها، ما حدا عرفان يبين له إياها. فما بالك لما أنت بتظهر له شيء ما حدا عم بيقول له إياه، ما حدا عم يعطيه. جودي اليوم نظرة طلعية فيها على الآخر كأنه أخذ هدية، فأنت تواصل بصري. لما بتواصل مع الشخص ابتسامة حقيقية، قصص وأدوات بسيطة. نحن دائماً بنفكر أنه القصة بدها تدريب، صح؟ بدها طولة بال، بالذات إذا نحن ما بنمتلكها، ما عندنا مهارة إيصالها، بس بتصير. يعني إذا كان نحن بدنا نترك أثر وأثر ممتد، يعني هي العلاقة أو القوة الناعمة
هي نفسها انا عبرت عنها مره ببوست كتبت انه هي نقطه المي يلي بتنزل، وبنعرف انه بالنهايه لو كانت سنه حتفلقوا للصخر، حتترك فيه اثر. نفس كميه هي النقاط من المي جمعها انت وزدتها مره واحده ما بتكسره، فهي نقطه نقطه بس لها اثر عميق. يعني بده طولة بال بس مو كتير إذا نحن كنا مستعدين والمتلقي مستعد. ففي كتير وسائل، يعني من ضمنها أنا قلت لك أنه أنت تحكي بلغة الآخر، تعرف سره شو بده، تعرف كيف تعامله، ما بتحكي عن اهتماماتك، ما بتحط حالك رقم واحد، هون أنت مبدئيا كسبته. بسمعه، نحن غالبا ما بنسمع، غالبا بنكون عم نجهز الردود، بنحط حالنا بدفاع عن النفس، وبالتالي بنجهز الآخر أنه يدافع عن نفسه لما نحن بنهجم. ببساطة في كتير أدوات، أداة الإيحاء بالشي اللي أنا بدي إياه، بوحي فيه، ما التلميح مو التصريح، دون ما سميه علنا، تلميح مو تصريح مع أولادنا مع قرايبنا مع الناس اللي نحن أصلاً قلت لك باختصار بدنا نترك أثر عنده، نترك كلمة. مريم هون بيقولوا الأشخاص طب أنا ليش ما أقول له إياها خلص بطريقة مباشرة وأقول له إن أنا هذا الشيء بضايقني وهذا الشيء بخليني أكون مبسوطة وخلص تصرف في هذا الأسلوب. هذا خيار. ليش نحن بنروح للقوة الناعمة؟ قديش هي فعلاً أثرها كتير حلو وخاصة على العلاقات طويلة المدى؟ لأنه كل واحد فينا بحب يتميز، كل واحد فينا بحب يترك أثر حقيقي. ورد من شوي قال إنه أنا يعني مثلاً كيف ممكن أترك هي القصة بعلاقاتي اليومية؟ بدها تدريب مني شخصيا واستعداد انه انا بدي اترك اثر عند الاخر، بدي اترك اثر واثر حقيقي، مو اثر انه انا بدي خليه يعمل اللي انا بدي اياه بس يحس انه هيك هو بده. هي بجزئيه كثير مهمه مع الاطفال مع اطفالنا، انه انا افسح كل الخيارات قدامهم، ولازم عدد الخيارات قدام الاولاد، ما حسسهم انه الحياه هيك، انه في خيارات كثير، لارفع اصلا من مستوى وعيهم. لانه انا لما بحدد خيارات الانسان حددته قيدته، يعني شايف الحياه خلص من منظور واحد. فاولادنا أو لأنه نحن نحسسهم في خيارات، الخيارات كلها بتناسبنا لكن هو اختار تماماً هذا الولد تماماً. بالنسبة لنا الترهيب والترغيب كقوة صلبة مو قوة ناعمة. الترهيب أنت بتخلق شخص بيخاف لما بيشوف قانون، لما بيشوف كاميرا، لما بيشوف في حدا ممكن يضبطه من المراقبة، أنت بتخلق شخص متهيب ومترقب. إذا 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 القانون غاب بيتمرد يعمل الخطأ. طب أنت عم تخوف الولد أو عم تخوف هذا الإنسان، طب إذا راح الخوف حيتمرد أول شيء على مصدر خوفه، صح، حيكون شخص متمرد. الترغيب ممكن تقول بيشتغل بفترة زمنية قصيرة، طب إذا غاب الترغيب، إذا غاب الشخص اللي ممكن ترضيه بنبوني، يعني ابني ما بيكتب وظيفة لحتى نزله واشتري له أكلات طيبة، عطيني بعمل لك أو كذا مقابل شيء، إذا أنا دائت فيني الدنيا وما عاد فيني لبي له طلبات وما عاد يشتغل، خلص فقدت القناة تبع التواصل. لهيك أنا لازم أترك أثر، صح، لازم يكون في 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 أنا غبت، هو موجود وبيعمل بقوانيني اللي أنا هذا الأثر ما بينترك إلا إذا كان في قيم معززة، إذا كان في مراسي أنا اكتشفتها بالشخص الثاني ورسيتها صح ورسختها صح بذهنه وبشخصيته ونفسيته وحولت الأفعال لسلوك دائم، فأنا موجود أو مالي موجود ضمنان إنه مؤسستي كرئيس أو كمدير، ضمنان إنه جامعتي، ضمنان إنه صفي كمدرس، ضمنان إنه شو ما كان القوة الناعمة تبعي شغالة. ختاماً أنا كيف ممكن أفهم الرسائل المبطنة اللي عم يمارسها غيري علي؟ أنا ممكن صرت خاف بعد هالفقرة إنه كل حدا عم يوجه قوة ناعمة ضدي، كيف ممكن أكون أنا متلقي إيجابي وليس سلبي؟ استخدمها بحياتك اليومية، خليها تكون سياسة عندك، خليها تكون أسلوب. لو استخدم الطرف الآخر فهي ما أنا مؤذية، يعني هي لا تؤدي فينا، بالعكس تؤدي فينا دائما للسلام، للحلول السلمية، للحلول الألطف والألين. يعني قوة ناعمة، قوة يعني ما سحبنا من القوة نحن على الإطلاق، بالعكس بس هي إنه سوفت ناعمة وبتأثر بالآخر بدون شعور منه. فأنت كون حدا من هذول الأشخاص اللي أنا بستخدمه بحياتي اليومية لأنه أصلاً أثره ممتد، فيها ديمومة القصة وأثره بعدين منلاقي على محيطنا. يعني في دول تغيرت من وراء استخدام هالقصة ورسائل مبطنة، وفي قنوات تلفزيونية نعرف كلنا شاركت ببداية الأزمة على سوريا من وراء تبطين رسائل معينة وتوجيهها للتحكم بالرأي العام، الرأي العام بدون ما يكون شيء مباشر. صحيح. يعني بالختام ما ضل غير نتشكرك كثير على وجودك معنا مريم، على كل النصائح والمعلومات يلي قدمتي لنا اياها، ودائما طول ما نحن قدرانين نكون قوايا بلطف وادب واحترام من دون ما نضايق الشخص الاخر او نجرحه، اكيد هي قوه كثير كبيره بالنسبه لنا. شكرا كثير لك مريم ويسعد صباحك. شكرا كثير حبيبتي، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.
صار الوقت لننتقل لعند مطبخ صباح الخير مع الشيف فضل الله ونكتب مقادير طبق اليوم. صباح الخير. اليوم الطبخة اللي بقدم لكم إياها اسمها صرر فريكة، أو فينا نقول عنا أوزي فريكة. نحن تعودنا أنه الأوزي بيكون بالرز الفول أو الرز البازيلا. اليوم بدنا نساوي مثل صرر الأوزي، بس بدنا نساويها بالفريكة. بس الفرق أنه هون نحن ما بدنا حاطين العجينة هي عبارة عن رقاية أو هي النشابة اللي هي بنساويها. هون نحن بدنا نساوي هالصرر بعجينة رسمية. هلا اول شغلة حنذكر المقادير. مثل العادة عندي 500 جرام فريكة، 100 جرام بازيلا خضراء، مكسرات، ملح وفلفل، سمنة. انا اخترت انه انا بالجاج الكستا، بقطع الكستا ساوي اكلتي، حطينا سالقهم طبعا مع باقة عطرية، ملح وفلفل ورنفل وهيل وشوية مكعب اساس. وعندي مرقة الجاج، اكيد نحن ما منكبها، منستخدمها نحن للأكلة تبعنا. اول دغري حنبلش نحن بدنا نطبخ الفريكه. هلا طبخ الفريكه كمان انا انتهزت فرصه، نحن عملنا حلقه من قبل عن الفريكه، بس هلا نحن حنساوي حلقه تانية كمان مشان يلي ما حضر الحلقه الاولى واللي كتير ناس بتسالني عليها يحضر هلا ويشوف كيف بتنطبخ. هلا اول شغله الفريكه بدها سمنه، يعني مشان تطلع فريكتك طيبة لازم انه انا ساويها بالسمنة، بالزيت او بالزبدة او ما بيمشي الحال، اكل شرقي يعني سمنة. هلأ منيجي منحط الفريكة لحتى نقليها. طبعا كمان شغلة كتير مهمة، الفريكة ما بتنتقع من قبل بوقت، ما بتنتقع ابدا، يعني نحنا مجرد انه نحنا منغسلها ومباشرة على الطبخ. دغري منغسلها منحطها بالمصفاية، ويستحسن في الفريكة تبع اللي اول كانت تيجي نضيفة كتير، فنحنا فينا اذا كنا نحنا مونينا او منطفينا انه نحنا نطلع. ليش؟ الفريكة سريعة شرب المي، واذا شربت هاي المي راحت الطعمة تبعها. هلأ منقلي هالفريكة منيح. هلأ هون منحط الباقة العصرية يلي هي عبارة عن رنفل وهيل وقرفة. منجهزها، يا أما منحطهم بقطعة طول يا أما منحطهم بهاي الطابة. منحط هلأ مكعبين أساس جاج، لأني أنا عاملها بجاج، ممكن نحن كمان نساويها بلحمة تكون مسلوقة موزات. هلأ منحط الفلفل الأبيض، منحط الملح، منحركهم كلهم مع بعضهم. طبعا بدي اقول شغله انه الاساس انا عندي هون اصلا فيه باقه عطريه وفيه بصله لما انا سلقت الدجاج. هلا بعد ما تحمصت منيح منضيف هالاساس. ومنحط لها الطابة اللي نحن حطينا فيها البهارات مشان هي ما تقعد بقلبها وتزعج أثناء الأكل، ومنغطيها لبين ما تستوي. هلأ عندي أنا عجينة، العجينة بسيطة جدا ما في مقادير، ملح وسكر وشوية سمنة. قديش كمية الملح وقديش كمية السكر؟ كمية كتير قليلة من الملح وكمية كتير قليلة من السكر، يعني فيكم تقولوا معلقة قهوة بمعلقة قهوة. ومي منضل منحط لحتى نعرف نحس انه هي العجينة صارت متماسكة. هلأ منرقة انا جهزت فريكة من قبل، لانه الفريكة بدها وقت لحد ما تستوي.
طبعا بدي اقول انه انا اخترت انه انا ساوية القطعة كبيرة، انه هي كل قطعة وجبة بحد ذاتها لشخص. هلا منيجي منحط الفريكة بقلب العجين، ومنحط قطعة الكستا، منحط رشة بازيلا، ومنحط رشة مكسرات. طبعا المكسرات كل واحد بيحط حسب ما بده. هلا منيجي مناخدها ومنبلش منسكرها بهالطريقة. يعني منساويها مثل البقجة. بعدين منيجي منحاول منسدها من النص ومنعطيها هذا الشكل. هلأ منجيب صينية مدهونة بزيت ومنحط فيه الأوزي تبع الفريكة أو صرر الأوزي، صرر ال الفريكة اللي حكينا عنها. هعيد واحدة تانية بعدين هنحطهم بالفرن. طبعا بتاكل بالفرن تقريبا نص ساعة على نار هادية مشان تستوي العجينة منيح. طبعا كل المواد اللي بقلب منها مستوية، ما في داعي انه انا ما بدي استنى باقي المواد لحد ما تستوي. نيجي بنفس الطريقة منحط الفريكة بقلبها مثل ما قلت لكم انه انا كل شخص له قطعة. يعني انا هي وجبة كاملة مع قطعة الكستا، منحط رشة بازيلا، طبعا البازيلا مفورة من قبل، ومنحط شوية مكسرات، ومنبلش منختمها مثل ما لكم شايفين. هلا انا حكملهم وحنطلع حنسمع بين ما وححطهم بالفرن. بين ما هالشي يصير يعني بنسمع النصيحة الغذائية، وكمان بنرجع لعند الشباب على الاستوديو لنشوف هنين شو في عندهم لسه شغلات حابين يحكوا لنا اياها، وبعدين بنرجع لحتى نشوف كيف الأوزي تبعي تبع الفريكة أو صرر الفريكة كيف بدها تطلع. يسعد صباحكم عن جديد. أسئلتنا الجدلية وهيك الهاشتاغات اللي منطلقها هدفها نحفز الخيال عند المشاهدين وروح الدعابة تكون منتشرة بيننا وبينكم. زميلنا محمد مؤيد نزل لبين الناس وطلب منهم يتخلوا عن غرض موجود معهم. تعالوا نشوف مع بعض شو استغنوا عنه. شو أول شغلة موجودة هلا معكم كانت تعطيني إياها هيك من دون مقابل؟ دون مقابل شو هي يعني؟ كاسة العصير. صار لك ساعة عم تشربي فيها؟ طب بلكي انا بقرا فيها. هي مي جديدة ما حبيتها لسه. فرجيني اياها. طلع من خاطرك قنينة مي يعني؟ ما في شيء ثاني ممكن تعطيني اياه ببلاش؟ افتح الشنطة. ليه؟ شو فيها؟ هو انا ما معي شيء على قيمة يعني انه ما اقدر اتخلى عنه، بس يعني انا هويتي ما في شيء. هويتك شو بدي اعمل بهويتك انا؟ انا ما معي شيء له قيمة يعني كثير. شو ممكن تعطيني؟ شوف. جيت قبل ما ناكل كان في
كيك وقصص وصفص مباشرة بدون ولا تفكير؟ ايه ايه هي موبايلي موبايلك؟ ايه. شو موبايلك؟ يعني إذا بدك كب الموبايل بس يعني فيه أرقام فيه شغلات فيه ما بي عامل لهم على جوجل درايف يعني حفظهم لا خلص ما بدي الموبايل بجوز حدا يدق لك أو شيء تماما ليش وقفتي؟ هيك هيك وقفت والله والله ما عندي شيء أعطيك يعني ما معك شيء تعطيني أي شيء ما معي هالدفتر هاتو معك تعطيني الدفتر؟ بدك إياه خذه أي شيء؟ أي شيء شو معك؟ أعطيك القلم أعطيني القلم؟ هذا الشيء الوحيد اللي ممكن تخلى عنه شي. ما معك شيء ابدا؟ لا ابدا وافقي لا والله من هون لهون؟ لا والله ما في شيء شكرا بيمشي حاله؟ هات قلبه بدون مقابل علكه هاتي علكه اخو تعالي عمته طلعت الهويه لا شو؟ الهويه ما معك شيء ثاني؟ شو بدك مثلا شو شيء ثاني موبايل قداحه هذا الداحه طاطا ولا شيء ما معك شيء؟ لا ما معك ولا شغله ممكن هلا تعطيني اياها؟ لا ليش؟ ليه؟ هيك هديه هاتي لنشوف شكلك معك مسكرة شو بدي اعمل بالمسكرة انا مثلا؟ تخيلي شو ممكن اعمل بالمسكرة؟ عم تعطيني مسكرة للشب؟ يعني ما معي غير هيك ما معك شيء ثاني هلا؟ هلا معي قلم معك قلم هالقلم بدك تستعمل الاثنين سوا؟ لا شكرا ما بدي تحتاجه بس معنا الاصليه لهيك بتخلى عنا هي لو كانت لو كانت اصليه لا ما كنت اعطيتيني اياها اعطيك ورقه ورقه شو عليها عنوان دكتور وعنوان دكتور بلكي انت ضيعته خلص حفظته صار شكرا كثير لك طعمتك اهلي ما في شيء ثاني ما بيطلع شيء من خاطري يسعد صباحكم عن جديد وصلنا معكم لفقرتنا الطبية يلي رح نحكي فيها عن واحد من أكثر الأمراض شيوعاً يلي بتصيب الجهاز البولي وممكن يتحول المرض لمرض مزمن ومؤثر على طبيعة حياة الشخص المريض وهو الحصيات البولية هالمرض أكيد بيحتاج لمتابعة واهتمام خاص من قبل المريض وأيضاً الطبيب وبيقولوا ببعض نوبات الحصيات البولية والكلوية إنه هذا الألم يفوق ألم الولادة عند السيدات أسباب تشكل الحصيات البولية أعراض الإصابة فيها وطرق العلاج كل هالتفاصيل رح نتناقش فيها مع الدكتور فراس الخاني اختصاصي بأمراض المسالك البولية وجراحتها صباح الخير دكتور صباح النور صباح الخير دكتور أهلا وسهلا دائما حلو بايك إن شاء الله يا رب أهلا وسهلا فيك بوجودك دائما دكتور دكتور خلينا بداية نعرف الحصيات البولية ومين هنا الأشخاص الأكثر إصابة فيها أو الأكثر عرضة للإصابة فيها أي. هلأ الحصيات البولية هو أولاً مرض شائع جداً شائع أكثر بمنطقتنا نحن بالشرق الأوسط سببه قد يكون أولي أو هو ثانوي لسبب ما السبب الأولي هو غلط بالاستقلاب إن كان استقلاب الكلس استقلاب الحمض البول استقلاب مادة السيستين يعني هو غلط استقلابي بطبيعة الجسم بيكون إنسان معرض لنشوء هذا المرض نحن ما بنسمي الحصات هو المرض إما مرض تشكل الحصيات لحقول ليش بعدين أنا لاحقاً وممكن يكون هو ثانوي بسبب مرض آخر انسدادي من نوع مثلاً تضخم بروستات التضيقات شغلات أخرى إذا ممكن يجي لحاله كمرض ممكن يكون تابع لمشكلة أخرى مرض آخر. تمام تمام طب دكتور ذكرنا أنه السبب الجوهري هو الاستقلاب شو اللي بيخلي الجسم يكون استقلابه غلط؟ يعني نحن ليه بيصير ترسب كالسيوم بالحويصلة الكلوية؟ ليش بيصير في حصيات إن كان بالمسالك البولية الحالبين أو حتى بالمثانة أو بالكلية؟ هلأ الغلط الاستقلابي هو طبيعة جسم يعني إنسان ولدان هيك وهو بيحط الظروف صفة المغايرة اللي هي بتزود هالمشكلة أو بتخففها يعني مثل العالم مثل بيقول لك اللي أنا مثلا ما بشرب مي هاللي ما بيشرب مي وما عنده هالغرض موجود ما بيشكل حصيات هاللي عنده موجود وما بيشرب مي بتشكل بشكل أسرع يعني إذا لم يصل العلم بحد كبير لسبب هالغلط الاستقلابي نحن وصلنا بمراحل معينة حطينا سبب لجارات الدرق الهرمونات لجارات الدرق اللي هي بتلعب دور بامتصاص الكلس بالجسم وكذا باعتبار حصيات أكزالات الكالسيوم الكلسية هي الأشيع بين الحصيات الأخرى بس مع ذلك ما له بشكل مؤكد ما له دقيقة معناته دكتور يمكن في عنا أشكال متنوعة من الحصيات أو أنواع متنوعة من الحصيات كل مدى بتكون حسب الحالة وحسب تطور الحالة خلينا نشرح عنهم أكثر
الحصيات انواع متعدده بتركيبها بيختلف بتركيبها الكيميائي. الاشياء هن اوكسالات الكالسيوم اللي هن نحن بنسميهم بحصات الكلسيه اللي هن بيبينوا على الاشعه. هدول الرقم الاكبر اللي هو تقريبا بياخذ 80 ل 85%. بيجي لاحقا الحصيات الحمضيه اللي هي تتالف من حمض البول، بيكون في غلط وعدم استقلاب بحمض البول، هي بتجي بالمرحله الثانيه اللي هي تقريبا 10 12%. في بعد الحصيات العضويه، الحصيات الفوسفاتيه، حصيات اخرى، حصيات السيستين، هدول بيجوا بنسب اقل. طبعا كل نوع من انواع الحصيات له مزاياه وسلبياته. مثلا كلسيه مزاياها انه انت بتلاقيها على الاشعه، فهي وين ما تحركت انت قادر تلقطها بشكل اسهل تشخصها. الحصيات اللي بتعذب اللي العالم كثير بيشكوا منها اللي بيقول لك حصيات بلوريه اللي هي ما بتبين على الاشعه، هل هي لما تتحرك من الكليه باتجاه الحالب ممكن نحن نفقد شوفتها ونصير ندور عليها بتصوير شعاعي ظليلي او طبق محوري او سبايرال سي تي، يعني كله انواع اخرى لتشخيصها يعني. وفي السيستين اللي هيك يعني هيك ملاحظتها كثير قويه انه هي حصيات قاسيه جدا قاسيه جدا متعبه، مشان هيك تفتيتها مثلا من خارج الجسم بشكل معضله للطبيب وللمريض. تمام، يعني ما بدنا نوصل لهالمرحله. واكيد المشكلة إنه هذا مرض صامت، يعني ما منكتشفه إلا لتجي كريزة لحصيات بولية لا سمح الله، ويعاني المريض ويتجه ليخطر له يصور الكليتين أو الحالبين ويكتشف الحصيات. في أعراض بدئية منذرة ببدء تشكل حصيات؟ كتير الكلمة بمكانها وأنا كنت عم بستناها، كتير كلامك حلو. بالفعل هلأ بيجي المريض بيقول لك أنا فجأة مرضت. انت مو فجاه مرضت، انت فجاه حركت البحصه اللي صار لها عم تتشكل الزمن وفجاه نزلت، فجاه تحركت. اذا القاعده الاولى، اي انسان تعرض يوما ما بحياته للحصيات اذا هو انسان عنده هالمرض موجود. هذا معناته عدم ذهابه الدوري للطبيب، عدم فحصه المتكرر لفحوصات البول والايكو وكذا، هذا اهمال منه، معناته هو بيعرف. نحن ما منلوم الانسان اللي ما بيعرف اللي هو فجاه تالم وكذا. طبعا انا يعني بدعو للفحوصات الدوريه. ابسط شيء انا برايي كل شخص طبعا، واهم شيء نحن هلا بدنا نحكي على الفئات العمريه من الطفوله، على الاقل مره كل 5 سنوات ايكو بطن، انت تشوف كليه، كبد، مراره، طحال، تشخص يعني بشكل عام اي بدايه مرض يكون ممكن، وتشوف انت بحاجه للمتابعه ولا خلص انت للفحص الدوري اللي بعده. طب دكتور خلينا نحكي عن الفئات العمريه، بما انه كنت عم تحكي بهي النقطه، مين هن الفئات العمريه الاكثر عرضه للاصابه بتشكل الحصيات؟ كل الفئات العمريه، ما هو هي انه بيقول لك مثلا عمره السنه معه بحصه، ايه عمره السنه معه بحصه، وعمره 3 شهور معه بحصه، وعمره 70 سنه، من اي عمر، من اي عمر يعني من بعد الولاده بفتره من 6 شهور وطالع ممكن يتعرض لهذا التشكل الحصيات. طبعا بغلط بحسب القصه الاساسيه تبعه، هل هي غلط الاستقلاب او طبعا مثل ما حكينا من البدايه انه الشغلات الثانويه، مثلا طفل عنده مشكله مثانه عصبيه، عنده مثلا ما بيتخرج البول بشكل كامل، ما بيحسوا عليه الاهل الا لما تتشكل الحصات اللي هي طلعت بسبب المرض الرئيسي. اذا كل الاعمار معرضه، رجالا ونساء معرضين، يعني كل العالم، عشان كل العالم رفقاتنا. لذلك بنتمنى صحه وسلامه لكل الناس بكل فئاتهم اللي عم يتابعونا. دكتور وين مكان تشكل الحصيه؟ تتشكل بالحويضه الكلويه وبتنزل للحالبين والمثانه، ولا ممكن تتشكل بالحالبين وبالمثانه؟ ورد اسئلتك دائما حلوه. الله يخليك يا رب، بحسك داخل بموضوع كثير، بحب الطب وبحب المعلومات الطبيه لانه بالفعل هو الاسئله اللي بيسالوها العالم كثير اللي هن بدهم اجوبه عليها. ايه هي بتتشكل اساسا بالكليه وبتنزل للحالب كذا، بس حكينا انه هي ممكن تكون بسبب مثلا عدم خروج تبول، تتشكل اصلا بالمثانه فرضا. في حصيات تبدا بالمثانه وتمشي بالهاد، بالنهايه هو الطريق من فوق لتحت، فهي باي مكان علوي تبدا بالنزول للاسفل، بس ممكن تتشكل بالاسفل، ممكن تكون بالمثانه احد اسباب التشكل. طيب دكتور هون كيف تكون آلية التشخيص؟ يعني حضرتك ذكرت انه ممكن يختلف عنا التشخيص باختلاف نوع الحصيات اللي متشكله عنا، شو هي آلية التشخيص بتكون؟ القصه المرضيه، شكل المريض، حركه المريض، والفحوصات السريريه.
التشخيص نوعا ما سهل. نحن بوجود الايكو اللي عمل ثوره يعني بالطب، انه انت تقريبا ماسك الكليه بايدك يعني وشايفه، فالتشخيص بالايكو هو الاساس، وهو بيوجهك مثلا على حصيات اصعب بدها متابعه شعاعيه وكذا. تمام. طبعا لازم يكون فحص كامل، لان انت بالنهايه بهمك هالحصات اللي موجوده شو الطريق فيما بعد، يعني انه مو بس هو انه انت تشوف الحصات، تشوف هالحصات اذا بدك تنزلها كطبيب بطريقه ما انه الطريق بعدها سالك، وبالتالي التصوير الظليلي الشعاعي، التصوير الطبق المحوري، التنظير ممكن اي شيء، بس هو تشخيصها بشكل عام سهل. خلينا نبدا دكتور بالعلاج قبل ما يتداركنا الوقت. اكتشفنا انه في نوع معين من الحصيات الكلويه مثلا مشكله، كيف بدنا نفتتها؟ كيف بدنا ننزلها؟ يا ترى نحن بنتدخل فورا جراحيا، نتدخل شعاعيا، او لا منكون بالادويه بالسيف سايد؟ العلاجات كثيره كثيره، تبدا من العلاج الدوائي العشبي، العلاج البديل للعلاج من خارج الجسم اللي هو يعني الاشياء اللي بيعرفوا العالم التفتيت من خارج الجسم، للشغلات التنظيريه لهذا. يعني اولا في شغلتين، المرض منتشر كثير كتشكل حصيات، بالتالي الدراسات ماشيه عليه طول الوقت، عم بيتقدم العلم بشكل سريع، واللي فيني اقوله اكيد انه نحن ببلدنا والحمد لله مواكبين كل شيء، مواكبين اي جديد بالعلاجات وعم نتابعه. يعني هلا بشكل عام بيلعب دور حسب شكل الحصات، حجمها، تركيبها الكيميائي. دائما نحن من يعني بنتعاطف مع المريض، بهمنا اولا صحته، اولا صحته، وثانيا بهمنا انه ياخذ نتيجه، فنبدا بالاسهل، ما زبط اسهل ننتقل هذا. العلاجات الدوائيه بنطالب المرضى بالحركه، بالشرب السوائل، بالانتباه بكذا، بعدين انت ممكن ننتقل للتفتيت من خارج الجسم. اجهزه التفتيت عم تتطور كثير، نحن صار الجديد الشيء اللي اسمه الطاوله السابحه، هلا هي بتلاحق الحصات بشكل تكون متابعه لها، تعطيها شده اكثر مشان تفتتها. للعلاجات التنظيريه والداخليه، المبدا العام اللي بدي اقوله يعني انه نحن العلاج الجراحي التقليدي القديم اللي بيعرفوه العالم اللي هو تفتح شق تقريبا انتهى، بحالات كثير قليله، بحالات نحن الحصيات المرجانيه الكبيره، مرجانيه يعني بترسم شكل الكليه من الداخل، هل هي بدها تكون علاجات طويله وكذا، ممكن نلجا للجراحه المفتوحه. هلا اجى بديل عنا بكثير مراحل هو الجراحه التنظيريه، هل هي يعني ضمن البطن، يعني اللابراسكوبي اللي هو الجديد، يعني انت عن طريق البطن ممكن تصل للحالب باي مكان، وممكن تسحب منه اي حصات وتركب خصائص داخليه وكل شيء، بالاضافه للعلاجات التنظيريه اللي هو بوجود الاجهزه الجديده الليزر اللي هو عمل ثوره كثير بالحصيات، انه انت فيك تفتتها باي مكان ابتداء من الاحليل للمثانه للحالب للكليه لاي مكان. طب دكتور ممكن تكون ناكسه؟ يعني ممكن احنا نعالجها وترجع تتشكل عنا مره ثانيه؟ اكيد تتشكل. طب هون ما نحن هون الحديث انه هو نحن حكينا المرض موجود. أوكي. وبالتالي انه يعني اللي بيقرب بده يقرب مره ثانيه، بس انه انت تلقطه من بدايته، لما بتشكل رمل الحصات لا تتشكل بين يوم وليله، يعني الحصات هي عباره عن تجمع كبر لما ساب حصات. الانسان اللي مرض يوما ما ونحن بنقول له انه هو قابل للنكس، الا العالم مثلا اللي عندهم بسبب ثانوي، بسبب تضخم بروستات في حصيات، عالجت البروستات انتهى المشكله الاخرى. اما الموضوع الاساسي اللي هو الاستقلابي وكذا بده يتكرر، لما بالمتابعه الدوريه بيلقطوا بفتره بمرحله خفيفه، بالتالي هو بيعالجه بوقته. أوكي. ما بيصل لمرحله متقدمه. طيب دكتور، طالما هو موضوع ترسيب وعلى مدى طويل، فهو تفاعل كيميائي بيحتاج لوسط قلوي ولا حمضي ليترسب، وشو المأكولات اللي بتنهو عنا المريض نهائيا؟ هون الخلط اللي بيصير الشائع، انه بيقول لك مثلا شراب زيت زيتون مع ليمون، جيده ممتازه لنوع من الحصيات. اذا نحن ليش بيقول الطبيب، يعني الطبيب بالنهايه هو بده مصلحتك، بيساعدك يعني تحديد التركيب الكيميائي للحصات وبالتالي النقيض تبعه. يعني انت عندك وسط حامضي وسط قلوي، بتحطهم مع بعض بتذوبهم، اما اذا الحامضي بتحله حامضي انت بتكبره. العالم عاده بيعرفوا المتداول، يعني مثلا شراب مصل اللبن،
مصل اللبن لحصيات معينة مفيدة ولحصيات تانية بالعكس بكبرها وبزودها. إذن تحديد التركيب الكيميائي للحصات هو الأساس، وبالتالي هون بتقرر شو الأكل المسموح والأكل الممنوع والأعشاب المفيدة وغير المفيدة. طيب دكتور، خلينا نقدم نصائح أخيرة للأشخاص اللي هنا كان عندهم أساساً تشكل حصيات وممكن ينقصوا مرة تانية، شو هي طرق الوقاية، شو هي الأمور اللي المفروض ينتبهوا عليها لحتى يحافظوا على سلامة جهازهم البولي؟ أولاً يرافقوا الطبيب. أوكي. يعني لازم يكون يتابعوا صباح الخير على القناة. يتابعوا صباح الخير. يصلوا لنتائج منيحة. أي المتابعة الدورية واحد، إن باعتبار نحن عم نقول الموضوع هو قابل للنكس. رياضة هي أساس. نحن عم نحكي الترسبات إذا هي بتحركها بتطلعها بوقتها. لا يوجد دائماً بقولها، لا يوجد حصات عند لاعب كرة السلة. هذا اللي بنط دائماً بيلعب رياضة كل يوم، هذا ما بتشكل عنده حصات لأنه لما بتبدأ بتخلص يعني بوقتها. إذن رياضة، شرب السوائل، متابعة الطبيب، والالتزام بالنصائح حسب نوع الحصات، طبيعة الأكل، طبيعة الشراب، بده يكون حسب التركيب، متابعة الطبيب. دكتور فراس الخاني، اختصاصي بأمراض الجهاز البولي وجراحته، شكراً كثير لك، يسعد صباحك. شكراً لكم، دائماً هيك القعدة معكم مفيدة، وإن شاء الله العالم هيك يستفادوا أكثر. أكيد. يا رب. أكيد، شكراً كثير لك دكتور، يسعد صباحك. صباح النور. مشاهدينا، سؤالنا لليوم بيقول شو رأيكم بالكذبة البيضة، ولا الكذب مرفوض عندكم بكل ألوانه وكل أنواعه؟ شو كانت أجوبتكم على الفيسبوك؟ رح نتابع سوا. ومثل ما قال الدكتور من شوي انه الرياضه اليوميه ضروريه جدا لمنع تشكل الحصيات، وانا بقول انه ضروريه لمنع تشكل كثير من الامراض. رياضه الصباح صارت جاهزه. سعد لي صباحكم من معلب بلج، انا كوتش منال. اليوم اخترت لكم مجموعه تمارين بتشغل الليجز. رح نشتغل تمارين بتشغل كل عضلات الرجلين، جلوتس، هامسترينجز، كوادريسيبس والكالب ماسلز. هي النوع من التمارين بتساعدنا انه نحن بنضخ دم لكل انحاء جسمنا، فشي يعني انه نحن صرنا نوصل اكثر اكسجين وغذاء لباقي الجسم، وبهالطريقه نحن بنقدر نتخلص من سيلوليت وبنقدر نحرق دهون. التمرين الاول حنستعين فيه بميديسن بول، رجلينا اثنين مفتوحين بوضعيه السومو، مشاطنا لبرا، حنثبت الويت فوق وننزل لتحت، سومو سكوات، نطلع فوق، 1 شوي شوي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 آخر وحدة 1 برجع أرض. وهلأ هناخد ستيب، بنوقف ستيب، رجل يسار يمين تحت، حنكون بوضعية واقفين نص تاني ركب، ونبدل سايد، مرة يمين مرة يسار، بنعد يا جام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 اخر وحده 1. التمرين اللي بعده حنستعين في الوحده دامبل، ونختار مكان عالي نوقف عليه، حنحط رجلنا على، فيكم تستعينوا بكرسي، نحمل دامبل عكس ايدنا اللي هي عكس رجلنا اللي هي الشد، وحننزل لتحت لانجيز 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ونبدل رجلنا الثانية. مشيت نزلت تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنشتغل بطات رجلين، رجلين اثنين مفتوحين قد كتافنا، معنا ويت هون. هنطلع بكعب فوق 1 للآخر، بنشد 2 على نقدر نوصل فيها سكويز، بعد بنرجع أرض، شد للآخر بنرجع أرض 3 4. ثبت نظرنا مشان نتوازن 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1. تمرينا كله بنشتغله 15 مرة وثلاث مجموعات، بجينا 2 فتح للآخر، نمسك وحدة ويت، خليوش الدمبلز لتحت للأرض، وهناخد الخطوة مشاطنا لقدام وناخدها لانج سايد. مرة يمين فوق، مرة يسار 1 2. ظهرنا جالس، ننزل برجلين 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 5 4 3 2 كمان عدي 1. نرجع نشغل تمرين كمان، نحتاج في ميديسن بول أو سويس بول. هننزل على بطن ولقدام، بنخلي كوعنا أرض. هلا مشطنا بنرفع عن الأرض وبنرفع يمين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنبدل 1 بدون ما ندرج من الأرض 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنرفع تنتين سوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. آخر وحدة 10. نرجع فوق نعمل ستريتشنج. هدول كانوا التمارين، فبعد التمرين نعمل ستريتشنج لعضلات رجلين. بنثبت نظرنا بالأرض، إيدنا جنب ومنتهي 1 2 3 4 5 6 7 8. بدل الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رجعنا 2 فتح ودينا 2 لعند ركب، ننزل لتحت يوصلوا عند كعب 1 2 3 4 5 6 7 8. نرجع ضم. هدول كانوا تمارين اليوم، شكرا لحلقات جديدة ويعطيكم العافية.
يسلم هالإيدين يا رضا ويسعد لي صباحك. رضا خدماني شاب عمره 14 سنة مهتم بالموسيقى، تميز بالعزف على العود وأيضا من المتفوقين بمدرسته. رح يخبرنا كيف اكتشف موهبته وكيف نماها وكيف قدر يتعلم كل مفاتيح العزف على آلة العود. صباح الخير رضا، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيك. أول شيء الله يعطيك ألف عافية، عزف بجنن. وأنا كنت عم بنتبه لإيدك اليسار، تكنيك ممتاز، نقل بين الأوتار رائع. خبرنا أنت بلشت اهتمام بالعود. بلشت من صف الثالث، كان عمري 8 سنين، وهيك يعني حسيت أخواتي وقت يعزفوا على العود يعني أنا بنبسط كتير، يعني بيعزفوا منيح كمان هنا على العود، مع أنه هنا بيعزفوا على الجيتار. كم أخ عندك بيعزف؟ أخين بيعزفوا ما شاء الله كمان على العود كلهم. هلأ أخي كمان، أخي اللي بيعزف جيتار بيعزف على العود أحياناً، فهيك حسيت أنه حلو هيك، فأني انبسطت أنا. وأنت اللي بتحب أكثر الموسيقى الشرقية صح؟ إيه طبعاً، الشرقية أحلى شيء بالنسبة لي، الغربي ما كتير بحبه، حتى ما بسمع أغاني يعني أجنبية أبداً. هاي ميزة صارت هاي ميزة صارت بالنسبة للشباب اليافعين بعمرك يا رضا، أنه يسمعوا بس شرقي. لمين تسمع أكثر شيء هيك؟ مين الفرقة الموسيقية اللي بتحب تسمعها مثلاً؟ بتذكر أنت قلت لي فريد الأطراش. فريد الأطراش وأم كلثوم. تمام. أستاذ أم كلثوم. والفيروز، أنسة فيروز كمان كتير بحبها أنا. مدام فيروز العظيمة. طيب خبرنا، أنت اليوم صف تاسع صح؟ عم تحضر لتاسع، كيف عم توفق بين الموسيقى وبين الدراسة؟ هلا أول شيء أنا الموسيقى مستحيل وقفها، يعني ما فيني أترك العود يعني. حتى أنا شكلكم بالعائلة بالفترة عندكم إياها يعني الثلاث أخوات ما شاء الله كل واحد بيعزف على آلة، ومنهم أساتذة كمان بيدربوا بالمعهد اللي أساساً بتدرب فيه، فشكلها هي بالفترة عندكم. فحتى أنا وقت سافرت على اللاذقية يعني أنا طلعته معي العود ما فيني أتركه أبداً. فيعني بنظم وقتي، أنا مثلاً برجع من المدرسة بدرس بعدين برجع بقعد بعزف على العود. بتشارط إنه رح تجمع أعلى العلامات بالتاسع، حزور ليش؟ لأنه اللي عنده إبداع صح يا جودي بالموسيقى أو بالفن أو بالأدب، فهو بيركز بالمعلومة وبيتخيلها أصلاً هيك صولفيج وعم يدرسها نوتات موسيقية بيتخيلها. طب خلينا نسمع شيء كمان. إيه يلا يلا. شو هالعزف الحلو، شو هالوش الحلو والضحكة الحلوة. احكي لي، قبل مرة عازف قدام جمهور أو عامل مثلا حفلات بالمدرسة أو بالمعهد؟ هلا أنا من خلال السنين اللي قعدتهم بالمعهد عملت كتير حفلات، مثلا دار الأوبرا، مسرح الحمراء، وهلا آخر كانت آخر فعالياتي كانت فعالية ظلال برعاية السيدة الأولى، وعملت حفلة بأوركسترا العود أنا بقيادة المايسترو كمال سكيكر، عملنا بمجمع دمر الثقافي وعملنا بافتتاح معرض الزهور عشان يجمعنا. واي احلى حفله كانت؟ اي اكثر حفله انبسطت فيها؟ كان الجمهور متفاعل؟ فعاليه ظلال، لانه بالنسبه لي يعني كانت موجوده السيده الاولى، فهون كثير انا انبسطت انه شخص قدير عم يشوفني يعني. اكيد الله يطول بعمره ويحميه يعني. هي رعايه مواهب على طول. طب هون بدنا نسال، في مشروع بعد شوي يعني، بعد شوي يعني بعد كم سنه، انه نغير عن العود نروح للقانون، نروح مثلا لآلة تانية، ولا لا بنمتهن العود وبنحترف فيه بس؟ انا برايي العود لانه انا كثير بحبه، ممكن يعني يروح سجل تمثيل، انا كثير كمان بحب التمثيل يعني مالتي تالنتد
التمثيل كثير كمان بحبه، فانه بقرر انه بس اكبر شوي ادرس تمثيل يعني كمان. والمستقبل البعيد بالجامعه لا تقلي دكتور او مهندس، شو دكتور؟ ما شاء الله هن الثلاث اخوات بيعزفوا وبيمثلوا وبيدرسوا ودكاتره، يخزي العين وما شاء الله عليكم، الله يحميكم وان شاء الله يا رب بشوفك بالمكان يلي بتتمناه. كثير انبسطنا رضا بوجودك معنا، كثير حلو عزفك وانت شخصيتك كثير حلوه، واكيد رح توصل مثل ما قال ورد قدران تبدع باكثر من شغله. خلينا نسمع شيء ختامي. ايه يلا. الله يحميك يا رضا، والله يحمي أهلك اللي اهتموا فيك وهيك نموا هالموهبة. شكراً كتير، يسعد صباحك. شكراً كتير رضا، ويسعد صباحك. أما هلا مشاهدينا رح نرجع لعند الشيف فضل الله ونشوف طبقنا اليوم بشكله النهائي. هلا الأكلة صارت جاهزة بالفرن، حضرت معها سلطة لبن بخيار وسلطة عادية ولبن عادي، فيعني نحن ممكن نقدم معها هدول الشغلات ونقدمها لضيوفنا يعني. هلا الصرر صارت جاهزة، استويت، هلا ناخد منقدمها. يعني شايفين الشكل تبعها كتير يعني بشهي انه الواحد يجربها ويشوف هي من شو. هلا انا حنقسم وحدة بس هيك انه نحنا نفرجي كيف شكلها من جوا. يعني أنا برأيي إنه هي كتير طيبة وكتير شهية، وخروج عن المألوف عن الفريكة إنه نحن نقدمها بقلب صحن، وخروج عن المألوف إنه نحن نقدم الأوزي بس فقط لا غير بالرز. بس طبعاً مثل ما قلت لكم إنه هي بدها عجينة، لأنه الفريكة تقيلة بقلب الرقاية، ممكن إنه الرقاية تفتح معنا. وبعدين هي أنا عاملها وجبة كبيرة فالعجينة بتكمشة، وكمان خروج عن المألوف إنه نحن ما ساوينا الأوزي برقاية عجين. أكيد إن شاء الله حنلتقى بصباح جديد مع أكلة جديدة مع فكرة جديدة. يعني غير الشكل الحلو يلي دائما بيقدم لنا فيه طبقنا الشيف فضل الله بشكل كتير حلو بلمسات كتير فنية، وغير النكهة الطيبة أكيد نفس كتير طيب. طبخ نفس هي عبارة متداولة بين الناس وتحديدا بين النساء، فمثلا بيقولوا هاي المرأة نفسها كتير طيب بالطبخ، يعني هي شطورة بالطبخ وبتعمل أكل ما صار، ودائما ارتبط مهارة الطبخ بالنساء. متأكدة؟ بس انه الشيف فضل الله كيف هيك شاطر هو رجل. يا عيوني، اشهر الطباخين بالعالم نساء، اشهر المصممين للازياء نساء، عم تقولي ايه؟ رجال؟ اكيد رجال، اشهر الناس اللي امتهنوا الطبخ هن رجال على مستوى العالم، يعني معقول تكون قصة النفس خرافة ما لها اساس من الصحة؟ خلونا نسمع هالتقرير. من المقولات الشائعة على ألسن الناس إنه للمرأة نفس مختلف على الأكل، ما بيقدر حدا ينافسها بهالشي ومهما امتلك مهارة بالطبخ.
الواقع أثبت أنه أهم الطباخين بالعالم هنن الرجال، ومع هيك أغلبهم بيقول أنهم ما بيدخلوا مطابخ بيوتهم، وبيفسروا هالشي أنه ما بيستغنوا عن نفس زوجاتهم بالأكل. حتى بيأكدوا هالطباخين أنه في نصايح وخفايا بالمطبخ بياخدوها من زوجاتهم، النفس الطيب بالأكل ومدى صحته لسه محط خلاف. فكتير من السيدات بيطبخوا برغبة وحب، لكن الفشل والتعثر بيلاحقهم. هلأ في طباخات معتمدات بفنادق ومراكز تدريب بيقولوا أنه نفس المرأة هو خرافة، والأمر بيرجع لضبط مقادير المواد المستخدمة بطبخ أي نوع من أنواع الأطعمة. وبتقول بعض ستات البيوت أنه الشخص يلي عم يتقدم له الطعام ودرجة محبته لدى الطباخ بيلعب دور كبير بنجاح هذا الطبق. بالخلاصة ممكن نقول أنه صعب يطلع الطباخ بنفس النتيجة الناجحة على طول، لكن كل إنسان إله مزاجه ونفسيته المتقلبة، فأحياناً بينجح وأحياناً بيفشل، بس بتبقى الممارسة الطويلة هي سر بالخروج بنتائج ناجحة وطيبة. أما هلأ مشاهدينا صار الوقت لحتى نعرف شو أخبار حظوظنا وشو بخبرينا الفلك لليوم من نصائح وتحذيرات. وعلى 1845 فيكم تبعتوا مسجاتكم متضمنة اسمكم، يوم الميلاد، شهر الميلاد وسنة الميلاد لحتى جاوبكم مدام نجلة بكل التفاصيل. صباح الخير مدام. صباح الخير يا مدام. يا جودي صباح الخير يا ود. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما مرتاحين ومبسوطين. اليوم 26 أيلول، قرب الشهر يخلص وإن شاء الله الشهر القادم يكون أفضل من هذا الشهر يا رب. المشتري ما زال متقدما في برج القوس وما رح يكون في تغييرات قبل 24 الأول. عطارد إلى جانب الزهرة اثنيناتهم في برج الميزان، بيعمل مضايقات شوي لمولود برج الجدي ومولود برج الحمل. أما وجود المشتري في القوس إلى جانب المريخ أيضا في العذراء بيعمل شوية مشاكل للجوزاء والحوت بالذات صحياً، إضافة إلى مواليد برج القوس والعذراء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم الأمور بالنسبة له جيدة، مع أنه اليوم مو فاضي حك راسه، يعني يوم فيه شغل كتير، فيه قصص ممكن تكون صحية شوي مضايقته، ما أنه كتير بأريح حالاته صحياً. محيطك عم بيشاركك اليوم تطلعاتك والأجواء ضاغطة والكل عم بيطالبك بما لا تستطيع. على كل الأحوال حاول أنك تضم جهودك مولود برج الحمل إلى جهود الآخرين لا تخلص شغلك. وإذا بدك نصيحتي الجدية انتبه صحياً. مولود برج الجوزاء، مولود برج الثور، اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، خاصة أنه عم بيشغل عقله مثل ما لازم وعم يغتنم الفرص وعم يفتح أبواب يمكن تكون جديدة. هاي الأيام أيام جيدة لمواهب، لعلاقات، لتواصل، لتشرح وجهة نظرك، لتلتقى بناس يمكن أنت بتحبهم، ليكون عندك نوع من أنواع الثقة بنفسك وبالآخرين، وهي قصة دائما جيدة. مولود برج الجوزاء عندك نوع من أنواع التشنج أو التوتر. هلأ يمكن الأمور العلاقة بتعب، العلاقة بعزلة، العلاقة بفقدان التواصل، نفسك ترتاح، تهدأ، تنام. اليوم يعني حاول تكون أكثر مرونة مولود برج الجوزاء، لأنه ما كثير بشوف الأمور بالنسبة لك إيجابية أو لا تعتبر كثير الأفضل. وبتعد عن التحكم بالآخرين، هاي قصة كثير انتبه لها بهاليومين بالذات. عزيز ده مولود برج السرطان، اليوم الاتصالات هي اللي عم بتدعم طموحاتك، فما بعرف إذا كان عم تتصل بحدا، حدا عم يتصل فيك عم بيقلك خبر سعيد، أهل، إخوة، أصدقاء، أشقاء، ناس بتحبهم، تقارب بينك بينك وبين العائلة، بينك وبين الأصدقاء. يعني اليوم في فرص للمحبة ومحيطك الداخلي اليوم داعم مولود برج السرطان. مولود برج الأسد بالغالب عم بيناقش ببعض الأمور المالية لألو أو لغيره، بالنتيجة الأمور بالنسبة لألو العلاقة بإيجابيات، رغم أنه عم بيصرف أكثر مما يجب، بس أحياناً بيكون في عنا متطلبات ما عنا فيها حلول. على كل الأحوال اليوم عم ترتب شؤونك المالية والحظوظ مساعدة. الأمور عم تمشي باتجاه الاستقرار لمولود برج العذراء. الحقيقة في فرح جواتك، وأنا بعتبر الأسبوع القادم هو الأسبوع الأفضل بالنسبة لك. ما بعرف إذا سفر أو أفق جديد أو قصص ممكن تكون العلاقة بإيجابيات شيء تاني، ثقة بالنفس في أبكير، شيء عم بتفكر فيه. بس الأكيد أنه اليوم مولود العذراء عم يتمتع بروح معنوية مرتفعة وثقة بالنفس والحظوظ
بالنسبة له مو سعيدة. عزيزنا مولود برج الميزان اليوم حاول تحذر من بعض الكآبة، لأنه بالغالب عندك غيرة أو شك أو قصص العلاقة بالاعتزالات أو أخبار عم تسمعها ما كتير مريحة. مشوش بالغالب مولود برج الميزان، وما عم بيصدق إنه جدياً اللي عم يحكي هيك هو حدا من رفقاتي أو حدا من أهلي أو فلان هيك قالت من جد. حتى ممكن اليوم تكون عم تعطي نصائح لمن حولك. اليوم يوم جيد للعقرب، للأفراح، للقاءات، لاستقبال الضيوف، لتكون نشيط ومتفائل ولطيف على غير العادة. نجم بمحيطه مولود برج العقرب، واليوم فعلياً مبسوط بمساعدات أو محبة أو تفاؤل أو اطمئنان. إذا بتسألوني بين 12 برج أي البرج الأكثر تعباً، ومولود برج القوس ليس في أفضل حالاته بهي الفترات. ما بعرف إذا ممكن يكون عنده خلافات أو نزاعات أو تبدو مشككاً أو غيوراً أو عندك أخطاء غير مقصودة. وأنا برأيي أنه في حدا اليوم عم بيضايقك أو عم يزعجك أو عم يتعمد أنه يستفزك، فأنت جاكره ولا تستفز. مولود برج الجدي اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، قادر تحكي تناقش، في جهد متواصل، في محبة، في وضع عملي يمكن عم يعمل لك فرح. ولاحظ أنه اليوم مبتسم على غير العادة، هاي العبسة فككة اليوم مولود برج الجدي، وعم تبذل جهود لتحسن أوضاعك. حظوظك اليوم مسعدة. مولود برج الدلو اليوم كمان في محبة عم تتدفق حواليه، في نصائح، في مساعدات، في قصص مالية ممكن تكون إيجابية، تشجيع اليوم أو ثناء أو مدح عم تلفت الأنظار اليوم. مولود برج الدلو حظوظك مساعدة وإيجابية. مولود برج الحوت هو اللي ممكن يكون عنده قصة مضايقته، وصدقني ما في حدا فينا كامل، يعني أنا بقول حساسيتك اليوم ما لأي داعي، لأنه بالغالب أنت متضايق من أشياء ممكن أنك تمرقة دخيلك مرقة. عزيزنا مولود اليوم مولود 26، كل عام وأنتم بخير. من الأشخاص اللي شعلة من النشاط والمرح، ساخر من الطراز الأول، يصلح للفن الساخر، تمثيل، تقليد، متكلم بارع، يقنعك بدون جهود باللي بدك إياه، انتهازي لكنه كريم، قد يكذب عليك ليشوقك، هو يجيد التنكيت، يجيد المرح، ويجيد سرد القصص المرحة. على كل الأحوال محب للناس، بس مزاجي بالسؤال عنهم، شخص أنيق، ذكي وحساس. طبعاً السنة للاحتفالات، للمساعدات، للدعم، لسفر، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس أنا بعتبره يوم جيد عموماً بالنسبة لك لتعمل شيء قصة إيجابية ممكن تكون مهمة، ممكن يكون العلاقة بتغييرات. على كل الأحوال سنة مهمة بالنسبة لك بالمتبقي منها، سواء لسفر، أنا بشوف الأفضل عاطفياً. على كل الأحوال إذا على بالك في أمر عاطفي ممكن يكون مفرح. يسعد أوقاتكم، رسائلكم على 18-45. أكيد مريم عم تسألني مواليد 2000، مريم للسنة القادمة، رغم المتبقي من السنة مبشر ببداية جديدة، بس أنا عم بحكي عن تغيير، وتغيير أساسي السنة القادمة. على كل هذه السنة القادمة سنة حظك إذا بدك مريم، فاللي ما بيصير هاي الفترات بيصير السنة الجاي. سحار، يسعد أوقاتك يا سحار، على الرغم من الكركبة صلك شهر شهر ونص عايشة فيها سحار، إلا أنك رح تختمي السنة إذا أراد رب العالمين بأفضل مما بدأت فيها. بيخطر لي قبل الشهر الثاني سنة الجاي ممكن تتغير أمورك العاطفية باتجاه الأفضل. هلأ الحظوظ مساعدة روحي، واللي رايده رب العالمين بيصير. على 18-45 علا عم تسألني مع زين، يسعد أوقاتكم. يعني بشوف العلاقة للصداقة علا وليست للزواج، أنا هذا رأيي، بس الله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. أنا ما بشوفك بالعلاقة الأفضل، يعني علاقة فيها الكثير من التضاد، هو دائما عنده خوف منك، رغم أنه ما بيفرجيكي هاي القصة، بس عنده خوف من حكاية الزواج، وعنده خوف منك أنت بالذات لتكوني زوجته وأم أولاده. فأنا ما بشوف العلاقة الأفضل يا علا. شو عملت له؟ لا أنا بقول لك، هي برج حوت وهو برج قوس، نار ومي، نار ومي، فهو بفرجيه أنه قوي، لكن يخاف من حساسيته، من غيرته، من نقة، من شجارة حيث لا يجب. الحقيقة هي هيك، ما في لإنكرها. هو القوس حدا بينسى ومتسرع بالأحكام، وهي وقفت له على الدقرة، لذلك قصدي هدول اللي واقفين على الدقرة بالعلاقة هو بيخاف يتجوزها، بيقلك يا الله تتنكد علي عمري فبلاها. أصلاً صراحة أي برج، يعني هي مو بس برج الحوت، أي برج بدك تجوزها بدك تنكد عليك، يعني هذا طبعا فينا كل بنت شهيدة شاهدون من أهلي، لأنه برجهم لا فار وقط،
كمان. هو برج الهر الصيني وهي برج الفار الصيني، فهي دائما عملت له رعب، توم وجيري يعني، فعملت له رعب. هلا هي كعلاقة جميلة بس وقت توصلوا على الزواج لك لا لا ما بدي هاي القصة. صباح الخير لمهند ابن غادة 86، يسعد اوقاتك يا مهند. مهند امورك جيدة هذا العام، المتبقي منه انا بعتبره مفرح، بس السنة القادمة هي سنة حظك الصراحة، يعني سنة فيها هلقد حظوظ افتقدت أنت من أكثر من سنتين ثلاثة يا مهند، يعني رح ترافقك السنة القادمة، فتفائل يا عزيزي وحاول أنك تعمل نوع من أنواع الجهود لأنه حظوظك مساعدة. خلص خلص شكرا كثير لك. أنا شفت الحياة عملت هيك بس ما تأكدت بتأكد بس سيد صباح شكرا كثير بالعاده اثنيناتهم لانه شو يعني انا والله حزيري شو عم بعمل بحاول اتذكر شو كان سؤالنا لليوم الهاشتاج سؤالنا اليوم الوان الكذبات البيضاء تأمن بالكذب الابيض ايه بكذبوا بالنهار شي 97 كذبة بيضة لا لا انا ببرق 97 كذبة اكيد انتبهي للي عم يكذب عليك كذب ابيض ايه بحبه ما عندنا مشاكل يعني بتحبيه لا بتحبي الكذب الابيض حلو ما في مشكلة هو نوع من انواع المجاملة هو نوع من انواع الدبلوماسية حلوة هلا يعني اذا كان بهالاطار اوكي بس اذا طلع اذا كذب ابيض هو هيك اذا راح لشيء ثاني ابيض هو هيك هذا صار اسود ما ضل غير متشكرك مدام شكرا كثير لك وشكرا لكل المشاهدين اللي رافقونا طيله هالاسبوع بيتجدد موعدنا نهار السبت قضوا نهار الجمعه مثل ما بتوصيكم جودي مع الناس اللي بتحبون اذا عليكم كسر نوم ناموا منيح قبل ما نبدا الاسبوع بنشاط وحيويه نحن موعدنا بيرجع بيتجدد معكم يوم السبت من هون ليوم السبت وبالف خير